بقى بذمتك مش انا قايل لك ان ياسين ولا وسيم ده هو اللي هيكسب؟ لا انا بحب مازو اكتر. يا حبيبي مازو ده عامل زي باريس سان جيرمان كده، انه يلعب ماتشات كتير انما بطولات ما بيخلصش. ياسين طبعا هو اللي بيكسب. طب انا عايز العب جيم كمان. لا انسى انسى، انا سايب كل شغلي وبقالي شهرين قاعد معاك بعمل لك عيد ميلادك، عايز ايه تاني اكتر من كده يعني؟ طب انا عايز اعمل مازو شكل العاي. نعم يا حبيبي، يعني انا بعد كل ده واعمل لك عيد ميلاد مكلفه 110 مليون جنيه بعد ما كان البادجت بتاعه 50 بس، وانت تقول لي اعمل مازو شيك يا اما هعيط؟ لا بجد مامي عندها حق، انا مدلعك جدا. على فكره في ولاد في سنك ما عندهمش طياره خاصه تحت البيت، انت فاهم؟ فين يا بابي؟ يوه هو كلمه بابي دي اللي بتضعفني جدا منك. حاضر حاضر. الو ايوه يا عجمي، لفين الوالدين لفه هدايا وهاتهم لي هنا حالا في ثانيه. شبيك لبيك، اهلا بيكم. في البدايه انا احب اشكركم بشده على المتعه الفظيعه اللي انتم متعتونا بيها على مدار الشهرين اللي فاتوا. احنا بجد قعدنا لاخر ثانيه انا وابني مش عارفين مين اللي هيكسب فيكم، انت متخيل؟ احب اعرفكم بنفسي، انا محمد احمد الجاحد، صاحب كل واي شيء ممكن تكونوا شفتوه في حياتكم او تعرفوه. جاحد بقى، والاهم من كده ان انا بابا دودي. يعني انت اللعبه؟ لا لا اللعبه يا بابا. طبعا هو اللعبه يا حبيبي، اكيد انت اللعبه. اسكت بقى يا حبيبي، اسكت بقى شويه. انت اللعبه؟ ايوه ايوه. والنهارده عيد ميلاد دودي 12/12، وطبعا زي ما انتم فاهمين في يوم زي ده انا كاب بحب احقق لابني كل اللي هو بيحلم بيه، لان النهارده عيد ميلاده. انت مش متخيل السنه اللي فاتت قال لي يا بابي انا عايز العب مع ميسي. صفرته يشوف ميسي؟ اشتريت له ميسي، قعد عندنا في البيت شاريه ب 115 مليون دولار، ميسي ما نزلش دولار واحد، يومين زهق منه ادناه لابن خالته، انت متخيل؟ لا هو ميسي غالي وبيقولوا عليه صعب قوي في الفلوس، ليه ما جبتش ناصر منسي جنبنا هنا وببلاش؟ انت عبيط يا مازو، انت بتتسير معاه؟ حضرتك احنا ايه علاقتنا بالموضوع ده؟ يا حبيبي انا جاي لك في الكلام، اصبر عليا. السنه دي قال لي يا بابي عايز العب بمازو وياسين. وسيم مش مشكله، دول اللي عملوا اللعبه السنه اللي فاتت يا بابي ومش عارف عملوا ايه وقلبوا الدنيا في مصر وبتاع. قلت له ماشي نلعبك بمازو ياسين. وسيم انتوا متخيلين ان هو كان عايزني اموتكم في الاخر؟ ايه بس انا اكيد ما وافقتش، مش حارب فلوسي على الارض بعد كل ده. المهم ما تخافوش حقكم محفوظ، ده تشيك ب 20 مليون جنيه ليك يا ياسين. وسيم مش مشكله، المهم الشيك مكتوب صح. يا فندم بهزر مع حضرتك، ما انا شفته اهو. وطبعا ما نسيتش حبيب قلبي، انا عارف ان هو بيحب الالعاب، مازو جبت لك بلاي ستيشن 5 جولد اديشن، هتاكل من صوابعك حته. شكر جدا يا فندم، بس هي عندي على فكره. طب يا جماعه عايزين مننا حاجه تانية؟ سوري، الولد كان نفسه يعمل معاك مش عارف مازو شيك دي او حاجه كده، ممكن بليز؟ ببلاش. يلا طب قوم يلا خلصنا وانزل بالمازو شيك. خلاص ايه الكسفه دي؟ خلاص زهق، يلا انا لازم الحق طيارتي حالا يا جماعه. بجد ميرسي ومش عارف اقول لكم ايه وشكرا جدا. بقول لك ايه السنه اللي جايه انسى موضوع الفضاء ده خالص، مش هنعملها الا لما تم 15 years old، فاهم؟ فضاء ايه؟ الناس دي عندها فضاء غير طبيعي يا مازو. احنا رخاص قوي يا وسيم. اتكلم عن نفسك بس. مبروك عليك يا عم ال 20 ارنب. اقول لك حاجه، انا فرحان ان انت اللي كسبت، لو كنت انا اللي كسبت كنت هتقول لي مش هنلعب تاني، انما كده هنرجع نلعب. مش هنلعب تاني؟ لعلمك يا مازو انا الفتره اللي قعدتها وانا بلعب رابع بقى.